برج الميزان، استقبل البشرى والأخبار الحلوة يا برج الميزان. استخارة من القرآن الكريم لبرج الميزان، نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. استخارة من القرآن الكريم لبرج الميزان، أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا صورة القلم لبرج الميزان. نبدأ لبرج الميزان ببسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. يا برج الميزان، استقبل أخبار حلوة وبشرى، أخبارك حلوة ليك يا برج الميزان. حالكم، رتبوا حالكم ورتبوا بيوتكم، استعدوا، ستفاجأ بأفراح قادمة وانفراد طال انتظاره لفترة. منتظر هذا، ستفاجأ بأفراح قادمة، بأفراح قادمة طال انتظارها، وستبدل أحوالك للأحسن، ستبدل أحوالك للأحسن بإذن الله تعالى. إن ربك إذا أعطى. يا هذا أرى إذهال وسيجبر بخاطرك، وستشكر الله وتقول له رضيت يا رب. الفرحة على عتبك مع قدم، الفرحة داخل على العتبة بابك، والحزن قرب ينتهي، الحزن الذي مريت به قرب ينتهي بفضل الله تعالى، ويخرج من بيتك قريب إن شاء الله. اللي كان مزعلك وإنت مش عارف تعاتبه لأنك خايف على زعله وندمان وفيه اعتذار قريب منه ليك، أرى في اعتذار قريب منه ليك. مريت، أرى إنك مريت بطائفة، مريت بطائفة مالية، وربنا هيكرمك، ربنا هيكرمك وهيرزقك بمال لم يكن في حسبانك أو في حساباتك خلال الأيام إن شاء الله. أبشر وقول يا الله، أنت في نقطة جذب للحب والسعادة والبركات التي لا تنتهي، الأشياء السحرية على وشك الحدوث لك. كن جاهز، كن جاهز، كن جاهز. طاقة المال قوية، هناك في مبلغ مالي ممتاز أنت كنت محتاجه، هيتدبر وهتلاقيه جالك من حيث لا تحتسب. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبا أنت كنت منتظرها بفرض الصبر، وهتخبرك بإذن الله تعالى، وهذا هتخرجك من الزعل ده كله، هتخرجك من الزعل ده كله وهتنساه، والدنيا هتضحك لك مرة تانية بفضل الله تعالى. في شخص بيحبك قوي لكنه بعيد عنك، في شخص بيحبك قوي لكنه بعيد عنك ومش عارف يقرب منك. حياة جديدة قريبة منك بتدهاله، أولها صعب لكن فيها خير كبير ليك. ردد يا سميع كثيرا، قول يا سميع عندك قلق، أرى أن عندك قلق وخوف وحق كبير، عندك حد ظالمك، في حد ظالمك. لا تقلق، هتاخذ حقك، العدالة الإلهية لن تتركك الأيام القادمة، الأيام القادمة في حق راح تاخذه بإذن الله تعالى. لا تقلق، لا تقلق، وقول يا الله، قول يا الله، لأن حقك حان وقت استقبال،
حان وقت الاستقبال الأخبار الحلوة. استعد، قل يا رب وأقبل البشارة، وأقبل البشارة قريبا جدا سيحدث ما لا تتوقع حدوثه. الفرح والراحة والسعادة في طريقهم ليك. باب رزقك هيتفتح لك مرة واحدة، هتحس إن ربنا عمل لك معجزة غيرت لك كل مجاري حياتك للأحسن بإذن الله تعالى. قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. يا أنثى ميزان، أرى عاطفيا أمورك مع الشريك في نكد، في نكد دائم وعدم استقرار بسبب الإمهال والتجاهل والبرود والمشاكل والخناق وعدم تحمل المسؤولية وعدم تقديره لك. وأنت تعبان قوي في العلاقة دي وجبت آخرك من كل حادث. صحيا عندك صداع مستمر وزغللة في العين وألم في الظهر مع ألم في العظام والإسنان وأحيانا مع القولون العصبي. أرى في سحر هذا من هذا السحر، أرى إن في سحر إن شاء الله هينفك بإذن الله تعالى. وسيب لك في صندوق الوصف علاج السحر وفي التعليقات. أتمنى من أخواتنا يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أنت هنا، أنت محطة، محاطة ومحطمة بناس زي يعني زي الزفت ومش راضية عنهم، وأكثرهم يعتبروا من أقرب الناس لي ومليك من الأهل، وهو ده اللي حارق دمك ودمك ومنرفزك ومنرفزك دايما ومخليك مش مبسوطة ولا مرتاحة في حياتك. أن هذا في حياتك، إن وجعك جايلك من أقرب الناس ليك، من أقرب الناس ليك، وجعك جايلك من أقرب الناس ليك ومحدش فيهم حاسس بيك، محدش حاسس بيك وبيجوا عليك وديين عليك ومش رحمينك خالص. نفسيا أنت مخنوقة طول الأيام ونفسيتك تحت الصفر، وعايزة هذا نفسيتك تحت الصفر وعايزة تسيبي كل حاجة وتمشي. طيب على فين؟ ما تعرفيش. وعايزة تسيبي كل حاجة وتمشي على فين؟ ما تعرفيش. المهم يكون مكان خالي من البشر، بس ده هيعتبر حلم علشان الناس المتعلقة في رغبتك ومسؤولين منك وبتخافي عليهم وبتفضليهم على نفسك، وبتفضليهم على نفسك وصحتك وحياتك. حاليا زهقانة ومش طايقة نفسك، ولو عندك حادة من الأعراض هذا الذي ذكرتها كثيرا عندك. أرى هنا كل ما تقدم به السن لا يظهر عليه العمر. الميزان كل ما تقدم به السن لا يظهر عليه العمر. مهما أذيته لا ينتقم، مهما أذيته لا ينتقم، فقط ينسحب. عقله سابق عمره، عقله سابق عمره. هو جميل في شكله ومظهره الميزان، يقال عليه برد منحوس، ولكن العكس، ولكن العكس صحيح محفوظ من عند الرحمن. رغم أنه لا يسعى وراء المال، ولكن مع ذلك تجده دائما لديه من المال ما يجعله لا يحتاج لأحد. يحب القهوة كثيرا، يحب القهوة كثيرا. يقال عنه صبور، فعلا صبور، ولكن أحيانا لا يصبر ويتسرع. إن أراد أن يحزن فلا داعي، لأن يوجد سبب لذلك. فقد يجري شريط الماضي البعيد وهذا
يتعمق فيه فيشعر بالحزن ويبكي ويوجع قلبه، وبعدها ينام ومشي، ومن ثم يعود لحالته الطبية. الميزان يقال عنه خجول، لكنه ليس خجول، إنما هو مؤدب يستحي فقط، فيه حياة وعفة وزهارة مع نفسه. يحب السفر والطبيعة، يحب الأطفال حبا شديدا، متدين جدا، أجمل وأطهر وأحن وأرقى وأطيب. هذا افتخر إن أنت من برج هذا. هو من أصعب الأبراج اللي ممكن تتعامل معها وأسهلهم أيضا. هو من أصعب الأبراج الذي تتعامل معها وأسهلهم أيضا. دائما مبسوط وبيضحك، دائما مبسوط وبيضحك، ومن جواه شبه ميت، عنده كمية من الصبر، عنده كمية من الصبر والتحمل رهيبة في كل مرة يقع فيها بيكبر الهم في قلبه، وبيحس الدنيا قلبت في وشه، وبس يقوم بيردع أقوى من الأول بكثير، وأكيد بدون مساعدة أي شخص يقف بجانبه. كل الناس وأي طلب بينطلب منه بيبادر لتلبيته أو يعطيه، وبيحب الخير جميعا، بيحب الخير جميعا للجميع، ودايما عيونه مليانة. وابدأ هذا ما بيحب الأذى، مش بيحب الأذى لأي حد، أحلامه بسيطة وشخص مسامح بالفطرة، بس صعب ينسى الغدر والخيانة، صعب ينسى الغدر والخيانة. يحب الضحك حتى في لحظات حزنه، يحب الضحك حتى في لحظات حزنه، ويكره الشخص الكذاب والخاين، يكره الشخص الكذاب والخاين. لديه وجهان، والغريب أن الوجهان صادقان، لديه وجهان، والغريب أن هذا الوجهان صادقان. لا يعرف الغدر ولا النفاق، لا يعرف الغدر ولا النفاق. إذا أخبرك إنه يحبك فهو حقا يحبك، إذا أخبرك إنه يحبك فهو يحبك. هو البرد حير العلماء، فهم في أسوأ حالتهم، في انكسارهم دايما يضحكون. شايف عندما حل البعض هذا البرد، الله سبحان الله عز وجل، يعني هذا البرد يصحى من أجل من يحب حتى لو كلفه حياته. عاشق الحرية، لا يحب من يفرض سيطرته عليه. أعطاه الله عز وجل حاسة سادسة، أعطاه الله عز وجل حاسة سادسة، وبيكشف له الكثير من حوله. هذا الحاسة بتكشف لك كثير من حولك، وهذا يجعل البعض يخاف منه أحيانا. طيب القلب، أرى إنك طيب القلب، ويريد دائما مساعدة الآخرين وتوجههم إلى الخير، وتوجههم إلى الخير. أسأل الله رب العرش العظيم أن يسعدك. ردد معايا وقول يا سميع، ردد وقول يا سميع، انزل في التعليقات اذكر اسم الله يا سميع 10 مرات بفضل الله تعالى، وأبشر، أبشر بالخير، وأنتظر البشرى بفضل الله تعالى.
أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وأخواتنا في الله إن شاء الله المتفاعلين معنا هنأخذ المشتركين ومفعلين زر الجرس إن شاء الله نأخذ واحد منهم بفضل الله، نعمل له استخارة كاملة لي بفضل الله تعالى. وسأب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد، واقرأ سورة القلم 7 مرات يوميا بفضل الله تعالى رح ينحل كل شيء عنده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدك ما تتمنى يا رب العالمين، ويبعد عنك الحاسدين والناظرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني، وداخل القناة جميع العلاجات من السحر والمس والحسد ومن الأسرار القرآن الكريم. استخارة من القرآن الكريم لبرج الجوزاء. أهلا بك يا برج الجوزاء، أتمنى من أخواتنا في الله يدعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ ببرج بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجوزاء، سورة محمد يا برج الجوزاء، سورة محمد يا برج الجوزاء. أرى يا برج الجوزاء بإذن الله تعالى جيالك فرحة، جيالك فرحة من غير ترتيب، من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك بإذن الله تعالى. هذا الفرحة ديالك يا برج الجوزاء من غير أي ترتيب، والعوض من ربنا بعد كل التعب، بعد كل التعب اللي حصل في حياتك بإذن الله تعالى. بعد سنوات من تعب سترى قدرة الله تعالى في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة، كل شيء راح يتغير في لحظة بقدرة الله تعالى. كل شيء راح يتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك. فلا تقل مستحيل، فلا تقل مستحيل، ولا تفكر في كيفية الفرج، فهذا في بيد الله. أرى إن في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك واستغلوك بعد فوات الأوان، اقرأ عينهم. هتفاجأ بفضل الله تعالى، رح ستفاجأ بعوض الله. أرى إن في مبلغ مالي، في مبلغ مالي آتي ليك، قد يكون مكافأة أو هدية، أرى إن قد يكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين بإذن الله تعالى. أرى في هذا المبلغ يعني مبلغ محترم كويس بفضل الله تعالى. انتبه اليومين دول واحذر من أشخاص قد تعتقد إنهم قريبين ولكن يفشون أو يفتشون أسرارك. لا تتمادى في الفضفضة كثير أو في الكلام معهم كثير، لا تتمادى في الكلام والفضفضة، لأن هم أنت من هذا الأشخاص قد تعتقد أنهم قريبين ليك أو أقاربك ولكنهم يفتشون أسرارك. لا تتمادى في الفضفضة وفي الكلام معهم وتعطيهم أسرارك. استعينوا بالله ورددوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فهو يعلم ما في صدوركم ويستجيب بإذن الله تعالى
ويستجيب بإذن الله تعالى هو الله. أقل الأبراج من هذا أنا أرى في من هذا الأبراج الجوزاء، أقل الأبراج في منهم أنانية وحب الذات، نظراته إيجابية، وشخص بيعشق التحاليل وقراءة الشخصيات من أول لقاء، من أول لقاء يعشق التحاليل وقراءة الشخصيات، إحساسه لا يخيب ولا لا يخيب إحساسه، أرى إن في شخص هو شخص خيالي غير واقعي، ودي نعمة ليه لأنه لازم يهرب من الواقع والحقيقة بتصدمه. هو رومانسي متقلب المزاج بسبب سرعة تأثره بالكلام الناس وأفعالهم. الجوزاء يعشق الجمال ويحب الجلوس على البحر ورؤيته، بيدخل السعادة لقلبه، بتخاف من الفراق، أرى إنك بتخاف من الفراق والوحدة وبيكره الوحدة لو كان مجبر عليها ومفيش حد جنبه. معظم مواليد البرج هذا الجوزاء مبدعين وفنانين، منهم اللي بيحب العزف أو الرسم أو الكتابة. معظم الجوزاء مبدعين وفنانين، منهم اللي بيحب العزف وبيحب الرسم والكتابة. يحمل أرى أن فيه كاريزما ووجود خطف للأنظار. هنا يا جوزاء بيدخل القلب بسرعة البرق، بس دائما هناك من يحسدك ويحقد عليك، من يحسدك ويحقد عليك. أرى يا جوزاء شخص مسالم وهادي ومحب للسلام، بيكره المشاكل وبيهرب منها. الجوزاء بيكره المشاكل ودايما بيهرب منها. قمة التواضع وعمره ما كان مغرور، حاسس جدا من كل كلام الناس وسريع التأثر به. أرى كلمة تفرحه وتدخل أو كلمة تدخل الحزن لقلبه. أصعب الأبراج حين يكرر للانتقام. شخص هذا أنت شخص اجتماعي وسريع التفاعل مع الناس. أرى يا جوزاء الفترة القادمة ستتغير بالفرح والسعادة بإذن الله تعالى، لهدف كنت تظن مستحيل، لهدف كنت تظنه إنه مستحيل. فرحة قادمة بانتظارة مليئة، انتظرها هذا الفرحة مليئة بالسعادة والرضا. داخلين على مشروع أو شراء بيت جديد إن شاء الله، أبشر قول إن شاء الله. أرى في حل مشاكل كبيرة كانت مدمرة حياتك وسداد دين بفضل الله تعالى قريبا، وسداد دين بفضل الله تعالى قريبا. عندكم مريض رح يشفى، عندكم مريض رح يشفى بفضل الله تعالى. أرى عندكم مريض بإذن الله تعالى رح يشفى. عندكم حلم صحيح، حلم صحيح، تأخر بس على وشك التحقق، تأخر هذا الحلم بس على وشك التحقق. رؤيتك الأمور اللي حواليك أو حواليك صح جدا، وتوقعاتك فعلا في محلها، توقعاتك في محلها فعلا، وإن شاء الله هتتغير كل شيء في صالحه، في صالحك أنت. عندك حظ، عندك خبرين حلوين، عندك خبرين حلوين
على منتصف الشهر إن شاء الله. في طاقة إيجابية قادمة لكم، إحساس القوة طاغي عليكم الفترة اللي جاية. في اختبار من ربنا أنت بتمر بيه، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفيتك علشان تمر بسلام من الاختبار، عشان تمر بسلام من الاختبار. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، واعتراف بالحب لك، أو ربما صداقة، أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي أو جد يعيد ليك حياتك بإذن الله تعالى. لتزين بهذا الفرحة بقدرة الله تعالى. أرى في زعل جواك، وبتحاول تضحك وما بتظهرش ضيقتك هذا، وصدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير وعوض. وأرى ورزق كبير من ربك بيكون قريب منك بعد تعب وعذاب سنين، هانت خلاص، جاية نصرة ومعها فرحة كبيرة ليك إن شاء الله. استبشر استبشر يا أنثى، الجوزاء. في امرأة في غاية الرقة والأنثى، يا أنثى الأنثى الجوزاء هي امرأة في غاية الرقة والأنوثة، ضعيفة مع من تحب، لكن حين ينكسر قلبها تتحول إلى امرأة أخرى. لا تخاف، من شيء، ولا تحب أحد تكسو رغم حنان قلبها الذي يسعى للجميع. عنيدة لكن دمعتها قريبة، تسامح لكنها صعبة النسيان. أنثى الجوزاء تضحك بصدق وتحب بصدق وتحزن بصدق، تكاد تؤمن أن الحب لا يناسبها إطلاقا، لأنها حين تشتاق تكسو، وحين تغار تجن، وحين تخاف تبتعد، وحين تشعر بأن كبرياءها في خطر ترحل، لأنها تؤمن وبشدة أن عزة النفس نقطة ينتهي عندها ألف صديق وحبيب. يا بونسا الجوزاء، هذا استخارة برج الجوزاء أخواتي في الله، والصورة الخاصة بك صورة محمد، اقرأها بفضل الله تعالى 3 مرات يوميا بإذن الله تعالى هتنحل عندك هذا المشاكل. وسايب لك في صندوق الوصف علاج الحسد والنظرة الذي عندك وفي التعليقات. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وهناخذ أخواتنا المتفاعلين، واحد من أخواتنا المتفاعلين معنا في القناة ومشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، هنعمل له بفضل الله تعالى قراءة خاصة لي في فيديو وننزلها له على حسب برجه واسمه بفضل الله تعالى. واتمنى من كل من يشاهدنا ان كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة اسرار العالم الروحاني. كل ما يخص حياتك يا برج الدلو. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. نبدأ ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. الصورة الخاصة بيك صورة النور، صورة النور يا برج الدلو. نبدأ ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، صورة النور. أسأل الله ينور بصيرتك وينور طريقك بفضل الله تعالى.
بركة سورة النور. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أرى هنا بفضل الله تعالى في هتتحسن الأمور بشكل تجريدي معاك، وأرى هنا في مقابلة قد تنقلك إلى مستوى جديد. في مقابلة هتنقلك بفضل الله تعالى إلى مستوى جديد. أرى هناك شيء تريده بشدة، لكن لديك أوليات أخرى جعلتك هذا الأشياء تذكر ما تريد لعله يفتح لك باب خير. أرى هنا في أنت اكتشفت سحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. أنت هنا اكتشفت أن في سحر، اكتشفت أن في سحر وامرأة من دمك بتغير منك. أرى هنا علاقة سامة تخرج منها، علاقة سامة تخرج منها وهي في خسارة وندم عليك، وندم عليك. البعض حبيب متجسس أو متجسس بمساعدة امرأة وكشف معلومات عنك. أرى هنا في رجوع حق ونصرة بعمل واستلام منصب أو ترقية، وفي بفضل الله تعالى وفي رفع بلوك. أرى هنا بقدرة الله تعالى البعض حواليك، أرى هنا حواليك امرأتين على هيئة الشياطين حواليكم، خلوا بالكم، اثنين أنثى امرأتين على هيئة شياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرى هنا اثنين على هيئة شياطين، واحدة من دمك والثانية عاشقة للشريك. اتظلمت انت من أقرب الناس ليك، اتأذيت بسحر مرشوش وأعراضه كدمات بالجسم أو نقطة في الجسم. مفاجأة أرى في نفور ونفور الشريك، والبعض أدمن على عادة سرية وقلق وتوتر وتعب في العمود الفقري ووسوسة في العقل وصداع. أرى تلقن الحبيب درسا لن ينسى وكشف حقائق، وأرى هنا وشخص يتحايل عليك للرجوع، أرى هنا في شخص يتحايل عليك للرجوع، والبعض اعتذار، البعض اعتذار. هناك شيء ستجده فقدته من فترة، هناك شيء ستجده فقدته من فترة، ستجده بفضل الله تعالى، ستجده بفضل الله تعالى هذا الشيء لقد فقدته من فترة. أرى هنا في شهرة للبعض، شهرة للبعض واسع في مجالك العمل وعلى الصعيد الاجتماعي. هنا العمل، أرى البعض احذر من شخص يستغلك ماديا أو هيستغلك، والبعض كشف أسرار عنك من شخص متعدد العلاقات، من شخص متعدد العلاقات كشف أسرار. أرى هنا للمنفصلين شخص غني يطرق بابك أو دخول علاقة حب جديدة، استغل الفرصة. نصيحة بدك تقول استغل الفرصة واستجاب هذا عوض من ربنا لك. لا تنظر الماضي هذا عوض ربنا ليك. عندكم زيادة في الاهتمام الشخصي وزيادة في هذا الاهتمام، والبعض حمل، أرى في حمل بفضل الله تعالى، للبعض حمل وللبعض هتتغلب على كل شيء تعبك.
قول يا رب، قول يا رب. أرى هنا من عيوب برد أتهلو الصوت عالي عندما ينفث صبره. أراك سيء جدا عند غضبه وارتداد أفعاله خارج السيطرة، خارج السيطرة. أراك شخصية مزاجية جدا، يتقلب مزاجه من بين لحظة للثانية. يميل للوحدة، أراك تميل للوحدة، يميل للوحدة أكثر لأنه يرى الكثير مختلفين معه في أسلوب التفكير. أراه يفكر دائما في الماضي ويلوم نفسه كثيرا. العصبية، احذر عصبيته لأنها جاية بعد صبر كبير. التبذير عند الكرم، أرى هنا التردد من أكبر عيوبه، ممكن يتردد لدرجة إنه يفقد لذة الأشياء لأنه تردده بيغير مزاجه. أراه كثير التفكير لدرجة إنه لا يعرف النوم ليلا من كثرة التفكير. أرى هنا غيور بشكل كبير على من يحب مما يؤثر طبيعته العلاقة ويكسر من المشاكل مع من يحب. كبراءه يجعله عنيد جدا مما يجعله لا يسامح أبدا بانتقاده حتى أقرب الناس لي. أرى هنا عندك ازدادة أو هذا زيادة بفضل الله تعالى عندك هذا. أرى بقدرة الله تعالى ملحوظة تحصل ثمار عمل كان عمل سابق وتفرح. أرى هنا لك فرحة وتكتب بداية المستقبل بفضل الله تعالى. ظهور عنوانها الثقة بالنفس وتقوم بصلة الرحم وزيارات عائلة وتتصالح مع أصدقاء. أرى هنا انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة في حياتك. أرى طريق سفر غير متوقع وخير قادم ليك بإذن الله تعالى. استعدوا للفرح والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ والرزق. أرى هنا قلق واضح في ملامحك ووشك بسبب كثرة التغيرات التي حصلت في حياتك. بصفة عامة لا تقلق، كل أمورك سوف تسير على ما يرام وكما تمنيت. أبشر بالخير، أبشر بالخير. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أبشر بالخير كثيرا بانتظارك، بانتظارك الخير. أبشر بفضل الله تعالى، هتتفاجأ برزق غير متوقع ومال كنت نسيته من أيام كثيرة. استعد لحياة جديدة ورزق على هذا بفضل الله تعالى. على ثمر تعبك عندك عتبة جديدة فيها راحة ليك واستقرار وفرح ورزق. أرى في مقابلة ولقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب. أراك هنا في مكالمة هاتفية مع الحبيب وتوضيح أمور وعتاب. أرى عتاب بينكم وفي صلح نهاية العتاب. أرى في صلح بقدرة الله تعالى، في صلح. أبشر بالخير، في فعل خير أنت عملته، فعل خير أنت عملته. هذا رد فعل خير كبير ليك ما كنتش تتوقعه خلال أيام بإذن الله تعالى، خلال أيام بفضل الله تعالى. هو غيرة، أرى في غيرة وحسد، لا غيرة، غيرة هنا، أرى في غيرة ثانيا وحسد من حد قريب ليك. تجنب الحديث مع هذا الأشخاص. أرى هنا عثور على أوراق مهمة كنت فقدتها من فترة، وأرى إنجاز مهمة بالأوراق وتيسر أمور تخص المال أو السفر بإذن الله تعالى. احذروا وانتبهوا،
احذروا وانتبهوا اخواتي في الله، احذروا وانتبهوا، احذروا وانتبهوا من العين الحاقدة، من العين، احذروا وانتبهوا من العين، من هذا العين الحاقدة الحاسدة الذي تعرقلت مسار حياتك ومزادك اليوم. هذا العين معاك من سنوات وبتراقبك في صمت. هناك شخص قريب منك حاسد وحاقد يكرهك، أصابك بالعين بدل المرة 3 و4 وهو بجانبك، ولكنه يشعر بنقص، يشعر إنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه. العين مسيطرة عليك، العين مسيطرة عليك في الحركة والعمل والراحة والحب، ودايما تشعر بالكسل وعدم الراحة وسوء وتعب في حتى النوم وأفعال أشياء أو تعطيل حتى في صحتك. تشعر بالألم في الرأس والمفاصل والظهر والقولون، وهذا الفترة أرى وهو شخص قريب منك جدا، شخص بجوارك قريب منك جدا. قول يا رب، قول يا رب يا حافظ احفظني من هذا العين الحاسدة. أرى بفضل الله تعالى كل هذا، أديني أشرح لكم. هذا أنسى الدلو، أنسى هذا البرد، قد ما تكبر بالسن بتحلى أكثر جمالا أقوى. أنسى الدلو كلما تكبر في السن بتحلى وبتزاد جمالا وقوة، جميلة شكلا ومضمونة ومثقفة، وأرى عندهم وعندهم مواهب متعددة، روحها طفولية حنينة وجدعة وطيبة، وقلبها بريء، مش بيهون عليه تزعل حد ولا تشوف حد مكسور، تزعل حد ولا تشوف حد مكسور. مجنونة بس جنونها حلو، وعقلها بعقل أنثى ضعيفة برغم صغر سنها. بتعرف تهتم بنفسها كويس في لبسها وعطرها وجمالها، لأنها دقيقة جدا بأي حاجة بتختارها. هي أنثى صعب تنساها، هي أجمل وأرق وأحلى، هذا من صفاتها. أرى هنا هذا الصدف والحظ بجنبك الأيام القادمة، والحظ بجنبك الأيام القادمة إن شاء الله، وربنا يسهل لك أمورك من حيث لا تعلم. كلام رايح جاي حواليك، وربك يكفيك شر الكيل والكال، والأقارب شغلين بالهم بحياتك. وعكة صحية أنت بتمر بيها بسبب تغير الفصول واهتمام، وأرى أنك اهتم بصحتك الأيام اللي قادمة، اهتم بصحتك الأيام اللي قادمة. أرى أمور هامة ستحدث في حياتك لازم تخلي بالك منها، وأرى بقدرة الله تعالى انقلاب سحر على الساحر، أرى انقلاب السحر على الساحر، وخروج شيء من بيتك معها العين والحسد، معاه العين والحسد بفضل الله تعالى. أبشر في مبلغ كبير وفكر بشديد بفضل الله تعالى، بسم الله الكاشف. أرى عتبة جديدة فيها راحة ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك، الحبيب محتار وغيران ومشتاق ليك. أرى نقلة وتغير جذري بأمورك، كن مستعد لاستقبال نعم الله. أنت على موعد مع ضحكة من القلب، فهناك شخص يحبك، احذر خسارته، احذر خسارته هذا الشخص الذي يحبك. إن شاء الله الأيام القادمة
أرى إن شاء الله هتنتهي من كل الطاقات السلبية لديك بالكامل. أنت مقبل على حياة جديدة فيها جبر خاطر، فيها رزق وفير، فيها رجوع منفصلين إن شاء الله، في أخبار حلوة قريبا ومقابلة لشخص يهمك أمره. أرى زيارة هنا لمكان فيه خير ليك إن شاء الله. أرى هذا الزيارة لمكان فيه خير ليك إن شاء الله، وأرى الأيام القادمة الأكثر حظا وأسرع تأثيرا إيجابيا بعون الله. أرى مرحلة انتقالية قريبة، انتقالية إن شاء الله، في مناسبة عائلية سعيدة في الطريق ليك، فاستمع بها وربنا كاتب لك فيها كل خير بإذن الله تعالى. ورق يخص المال، استقبال بشارة الخير، وأرى في ومشروع خطوبة وارتباط قريبا منك جدا، في خطوبة وارتباط قريب منك جدا بفضل الله تعالى. قول إن شاء الله، رددوا يا رب كثيرا، ردد يا رب كثيرا وفضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله، واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني وكل شيء في داخل القناة. وهسيب لكم في صندوق الوصف وفي التعليقات علاج السحر والحسد، وان كنتم حابين نعالجكم نحدد لكم جلسة علاج ان شاء الله. المديرة بتضع الرقم إن شاء الله، وتواصلوا معنا وبإذن الله تعالى رح نعالجكم مما تعانون منه بقدرة الله تعالى، وكل العلاجات من أسرار العالم الروحاني وبفضل الله تعالى مجربة وليست للتجربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أسرار العالم الروحاني.